يعني مشوار فني طويل نعتز به، شكلت العديد من الثنائيات بالعديد من الفنانين الكبار. اليوم عند هذه النقطة كيف ينظر طلال باغر لهذا المشوار؟ والله الحقيقة ما قدمته هو جهد مقل مشاركة مع جميع زملائي في الوسط الفني، وبما يعني مشاركة بتقديم الأعمال العاطفية والوطنية، فأنا ضمن النسيج الفني المتواجد في هذه البلاد الكبيرة. الله إن شاء الله يديم علينا العز والرحمة. طيب لو تكلمنا عن طلال باغر وعن شخصه، كيف اكتشف الموسيقار طلال باغر نفسه وقدرته في عالم التلحين؟ والله أنا من بداية عشقي للفن كنت أكتب وأغني وألحن، ولكن هي تحديد مساري في أني أتجه للتلحين وأتخصص في التلحين كان بمشروع أو بمناصحة الأستاذ الكبير إبراهيم خفاجي رحمه الله. في إحدى الجلسات يعني كذا كان استمع اللحن من ألحاني، فقال لي اتجه الحين للتلحين وإن شاء الله حيكون لك شأن، وسمعت كلمته تمام والحمد لله كان ما كان. يعني جيد، يعني اسمك ارتبط بعدد من الرموز والقامات الفنية من مغنين، إذا ما تحدثنا عن طلال مداح رحمه الله، تحدثنا عن الفنان الكبير محمد عبده، وأيضا تحدثنا عن عبادي الجوهر. لو تحدثنا عن هذه العلاقة بداية بالرمز الفني الكبير طلال مداح. أول ما يعني قبل طلال ومحمد تعاملت مع كثير من الفنانين، عبد الكريم، عبد المجيد، عبد الله حلبان، ولكن هي كانت الانطلاقة من خلال صوت الأستاذ الكبير الرمز الفني الكبير طلال مداح في أغنيتين، هي حبيبتي كلمات يوسف رجب وغريب حبك كلمات الأمير محمد عبد الله الفيصل، وبعدها بسنة كان اللقاء مع الأستاذ محمد عبد. جميل، ما بين بداية التلحين واكتشاف موهبة طلال باغر لنفسه إلين ما وصلنا للنجوم والفنانين الكبار، فين كانت نقطة التحول؟ هو شوفي من بدايتي زي ما قلت لك أنا كنت عاشق للموسيقى، يعني في غرام أني أسس فرقة موسيقية، أني أكتب، ما كان في تخصص، ولكن كما قلت يعني كما ذكرت قبل شوية إنه لما الأستاذ إبراهيم خفاجي الله يرحمه نصحني بإني أتخصص في التلحين، في هذه المرحلة بدأت أركز بالذات في إني أهتم إني أكون ملحن، وفعلا الحمد لله. جميل.